نعم، يعني نحن نقف هنا على أنقاض برج هنادي غرب مدينة غزة، وهو أول برج استهدفته الطائرات الإسرائيلية بتسعة صواريخ من الطائرات الحربية، وتم تدمير هذا البرج بشكل كامل، تقطن فيه 80 عائلة إضافة إلى مكاتب وشركات ناشئة أيضا لشباب، جميعهم فقدوا منازلهم وفقدوا أعمالهم. إضافة إلى ذلك تضررت المنطقة المحيطة بهذا البرج، يعني حتى هذه اللحظة الصورة هنا واضحة وحجم الدمار واضحا وما زال ماثلا أمامنا حتى هذه اللحظة. يعني نشاهد ما زال الركام، تكسر الشبابيك، تكسر الحيطان والأبواب لهذه العمارات المجاورة لبرج هنادي، حتى هذه اللحظة لم يتم إصلاحها أو إعمارها. إضافة إلى ذلك يتواجد هنا أيضا أحد الفنادق السياحية، وهو فندق غزة الدولي، كان أيضا بجانب برج هنادي، وتكسر هذا الفندق أيضا بشكل كامل، كافة محتوياته تم تدميرها، وحتى هذه اللحظة أيضا لم يتم إصلاحه. وهذا يعني أن هناك أضرار لحقت سواء بأصحاب هذه الشقق السكنية الذين يعانون الآن حالة من التشرد ويسكنون في بيوت للإيجار، وهناك عدم مقدرة لعدد كبير من هذه العائلات على دفع الإيجار. إضافة إلى هذا الفندق، هذا يدلل على أن أيضا قطاع السياحة كان في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الصورة التي نراها الآن أمامنا هي لهذا الفندق هنا، يعني الدمار واضح سواء في الشبابيك والمحتويات الداخلية لهذا الفندق، وهذا أدى إلى خسارة مالية لأصحابه. قطاع السياحة في غزة تكبد خسائر قدرت بأكثر من 3 ملايين دولار، وكافة الخسائر كافة مجتمعة في كافة القطاعات الاقتصادية داخل قطاع غزة والقطاعات الأخرى.